انفعلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على متابع اتهمها باستغلال واقعة انفجار مرفأ بيروت للخضوع لعملية تجميل بوجهها، مكذبا بذلك رواية إصابتها وكسر أنفها، وهو ما دفعها للرد عليه بقوة. البداية جاءت بتعليق أحد متابعين دين جيم عبر صفحتها بتويتر قائلا: الإزرارق حول عينها متساوي على الميلتين، هي بتقول أنه منخار انجرح على ميلة اليمين، ليش في تجمع دم مكثف على اليسار؟ وأضاف المتابع: واضحة أنها عملية تجميل وهي تستغل هالمأساة لتبرير التجميل، لأن لما عرضت حنكها آخر تجميل بهدلوها كتير العالم، هلأ حبت تتوفر على حل هالبهدلة بالكذب والدجل. فغضبت نادين وردت عليه قائلة: سكر تمك أحسن ما فرجيك كيف بخليك الوجهك مطحون، بدعس بنص قلبك ولك العمى بقلبكم، العمى ما عندكم رحمة ولا عندكم إنسانية، ليش أنا يا حيوان يزبل بحاجة تجميل؟ تفو أمثالك لازم يكونوا تحت تراب بدل هالشهداء، تفو يا واطي. وكانت قد شاركت نادين محبيها ومتتبعيها بأول صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث بدت في السرير وإلى جانبها طفلاها هافن وجوفاني، وظهرت على وجهها أثار الجروح ولا سيما تحت عينيها بسبب أنفها المكسور. وكان شقيق الفنانة نادين نجيم قد كشف عن حالة شقيقته الصحية، وقال بأن نادين أجرت عدة عمليات جراحية في وجهها لتقطيب الجروح، ومن ثم عملية تجبير لأنفها المكسور، نافيا كل الإشاعات التي تحدثت عن تشويه وجهها بالكامل. كما أثارت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الجدل مرة أخرى بعد قرارها الهجرة من لبنان، وكتبت الفنانة على تويتر: ما بعرف كيف رح نواجه الأيام يلي جاية، وكيف رح نرجع نكفي، بس مجبورين نوقف كرمال ولدنا وأحبابنا، الله أكبر منهم كلهم، الله أكبر عليهم. فأثارت التغريدة الجدل، خصوصا أن الكثيرين اعتبروها تراجعا عن قرار الهجرة، حتى أن البعض اعتبروا أن نادين تسرعت في اتخاذ القرار والإعلان عنه. وكانت نادين قد أعلنت عن نيتها ترك بلادها لبنان والانتقال للعيش في بلد آخر بعد الانفجار، فقد قالت في تدوين لها عبر حسابها الرسمي على تويتر: من هاللحظة من المشفى أخذت قرار، رح أترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه، أحسن ما ضل ببلد حاكمين زعران وموت، بس تنقبروا انتو تحت التراب، نحن منرجع على وطننا، غير هيك ما إلو لزوم الحكي، وشكراً.